السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح أو مساء الخير وحياكم الله على قناتي. إن شاء الله اليوم راح أستعرض معاكم المذكرات الحرفية للثلاث أشهر السابقة اللي هي شهر أبريل ومايو ويونيو. فخلونا نبدأ. كانت أول شغلة سويتها أني كنت أبى أجرب أني أخيط مثل هاي الأشياء. طبعا حبيت اني اجرب اسوي راس اليونيكورن لانه وايد كان عاجبني، كنت اشوف وايد منهم في الانترنت، حبيت اسوي واحد منهم. فالشغلة من البداية لين ما انتهت كانت كل شي تمام وكل شي مضبوط، الا شغلة واحدة حسيتها ما ضبطت معي، اللي وهي انه شلون اركب الاذون. طبعا الاذون هني احسها وايد صايرة مو تمام، بس لما يتركب الأذون الثانية أحسها يعني شوية مو وايد أضبط، فيبي له أني أكرر شوي في تجربة أني أعيد تركيب الأذون لي ما أضبط الطريقة، لأن أحسها وايد هني صايرة هني وايد أشكال طلعت فيها، وهني صارت بهاي الطريقة بس أحس الثبات مالها مو بذاك الزود، فيبي له تجربة ثانية حق الأذاين. أما بطريقة اليونيكور كلها كانت سهلة إلا الأذاين مو عارف شنو أركبها. إن شاء الله أقدر يعني أجيدها في المرات الجاية. أما الشغلة الثانية فهي جربت الوحدة السداسية اللي تكون في داخلها وردة بارزة. طبعا بعد في منها وايد في النت يعني مسويينها، فطبعا انا اشتغلتها بدون باترون ورسمت الباترون الخاص فيها، يعني شغلتها سهلة وحلوة وايد عجبتني وحبيتها. يعني اذا حابين راح اعرض لكم، يعني راح احط لكم رابط حق الشغلة هذه، شغلة الوحدة السداسية، وبيكون معاها الباترون المرسوم مالها. الشغلة الثالثة اللي أحب أن تشوفونها هي الشنطة الجميلة اللي اسمها النت باج. شنطة النت باج بعد الحين صايرة هالفترة هي حديث الساعة في الإنترنت، هي ويا شنطة الورقة. طبعا انا سويت هذه، جاتني وايد اسئله على هذه الشنطه شلون طريقه شغلها، فلما لقيت الباترون مالها شرحته وسويته فيديو على اليوتيوب، وان شاء الله راح احط لكم بعد رابط الفيديو عشان اللي يبغي يشتغل هذه الشنطه يكون عنده الفيديو ويعرف شنو شلون يسويها. الشنطه عجبتني، بس اذا حابين ان تكبرونها. طبعا ياني هذا السؤال على في التعليقات في اليوتيوب، ان اللي يبي يكبر هذه الشنطة شلون ممكن ان انتو تكبرونها بطريقتين. اول طريقة ان انتو تغيرون في حجم الخيط ورقم السنارة اللي بتستخدمونها مع الخيط، بحيث انه يكون حجم السنارة مناسب حق الخيط. اما الطريقة الثانية حق هذا الشيء اللي نتكبرينها، ممكن ان انتو تزايدون طول السلاسل هاي مالت اليد، وان تكثرون بعد في السلاسل اللي في بين الشبكات، وما ننسى ان نزيد بعد عدد السلاسل اللي بتكون بين الجسم الشنطة وبين مسكة اليد. هذه طبعا بتكون الشبكات في هالحالة بتكون اوسع من هذه، وفي الحالة الثانية بتكون الشبكة نفس ما بتكون هاي، بس انه بيكون الخيط هو اللي معطاها الحجم. في الحالة الاولى الخيط اللي معطاها الحجم، في الحالة الثانية بتكون الشبكات هي اللي اوسع، يعني عدد السلاسل هو اللي بيكون معطاها الحجم. فاتمنى ان فهمتوا شلون طريقة التكبير حق الشنطة اذا من شرحي الحين. طبعا الشغلة الثالثة كان عندي مرة رويتكم ان انا اشتغلت هاي الوحدة المربعة، وكنت اقول ان انا بسوي لها تشيس وبزين الشنطة بهذه التشيس اللي بسويه بزينه بهذه الوحدة. فسويت هاي التشيس الصغيرة الشنطة وبخيط شو اسمه بخيوط تي شيرت بس ضعيفة مو وايد سميكة، واشتغلتها حتى بسنارة رقم 4 وثبت عليها هذه الوحدة بالخياطة.
اتمنى انها هي تكون حلوة يعني، لانها الوحدة شوي كانت اكبر، فوصلتها للجهة الخلفية من الشنطة، وهني بعد يبين انها هي وصلت شوية. الحين اخليكم تشوفون معاي الارنوبة الجميلة. طبعا هذه هي الارنوبة الجميلة، مثل ما تشوفون اشتغلتها باللون الرصاصي، ولبست اللون الوردي، وحطيت لها شريطة ورد بالشرايط، وهذه السيفتي اي. طبعا اشتغلت الراس مع الجسم مع بعض مشبوكين، بعدين ركبت الريول على اساس انها ما تكون الريول الثابتة اللي ابغيها اللي تتحرك ممكن تقعد، واليدات نفس الشيء، وفي ركبت لها ذيل من ورا، ولبستها الفستان الوردي، وحطيت له شريط دونتيل من تحت. طبعا سميتها أرنوبتي الجميلة، خليت قاعدة هني شوية. طبعا اشتغلت الأرنوبة بخيوط أليزا كوتون جولد، واشتغلت الفستان بأليزا هابي بيبي، واستخدمت معاهم سنارة رقم 2.5. وطبعا ما اشتغلت بباترون معين او شيء، اشتغلت يعني حسبت له حسابات بروحي واشتغلتها، واللي حاب انه هو يطبق نفس هاي في باترونات وايد وكل شيء، بس ما اعرف، بس اللي يبي بكتب لكم الباترون مالها ان شاء الله، وبحطها في موضوع في منتدى، بحط لكم الرابط ماله في اسفل الفيديو. باي باي. وهذه بطانية قلب الحب اللي اشتغلتها عشان اعرضها لكم بالكامل، خليت بنتي تمسكها. طبعا مقاس البطانية 100 سنتي في 100 سنتي. وتعالوا معي على طاولتنا الصغيرة عشان اعطيكم باقي تفاصيل البطانية. وطبعا بطانية قلب الحب اللي شفتوها الحين بالكامل هي عبارة عن مربعات الجدة ملونة ومشبكة مع بعضها البعض، وكل مربع عبارة عن 3 اسطر، ومشغولة بخيط حريري، بخيط حريري اعتقد انها هي خيوط تركية على ما اظن، وكلفت كامل البطانية 225 مربع. طبعا كان شغلها حلو، وكنت اشبك المربعات اول باول، يعني كل مربع اشتغله اشبكه مع الثاني في نفس الوقت، وانظف الخيوط مالته كلها، يعني ما خلص من الشغل الا كل الخيوط نظيفة وما فيها ولا شيء. طبعا مثل ما انتم شايفين هاي الخيوط البطانية والمربعات شلون التشبيك، وطبعا كل واحدة حرة في طريقة التشبيك اللي تبي تسويه والطريقة اللي تعرفها. وهاي كان آخر شيء اشتغلته، وأتمنى أن تكون أعمالي عجبتكم، وأتمنى لكم متابعة ممتعة، وشكرا على متابعتكم لقناتي، ومع السلامة.